بنرحب بكل مشاهدينا مع بداية حلقة جديدة وأستاذي العزيز شكرا. البرنامج بيهتم الحقيقة بقيمة التواصل بين الأجيال وإزاي جيل الأساتذة بيهتم بجيل التلاميذ وجيل التلاميذ أيضا بيحمل عرفان كبير وشكر لأساتذته. النهاردة معانا من جيل الأساتذة الفنان الكبير وصاحب البصمة في الصوت و الدوبلاج الأستاذ عبد العزيز عمارة، الاسم المعروف في عالم السينما. أستاذ عبد العزيز له عدد كبير من الأفلام الناجحة والمؤثرة في تاريخ السينما المصرية والعربية، بنذكر منها البيه البواب، سلام يا صاحبي، النمر والأنثى، يوم حلو يوم مر، الصرخة، الهروب، المرأة والسطور وغيرها من الأفلام. أما من جيل التلاميذ فهيكون معانا المخرج الأستاذ سامي النجار. أستاذ سامي الحقيقة قدم فنه في مجالات متعددة منها الإخراج المسرحي والكتابة، إلا أنه بيعتز بكونه كاتب وخصوصا كاتب في مجال الأطفال، لكن ما نقدرش أبدا ننكر كمان دوره كمخرج سينمائي. هنشوف هذه العلاقة وتناميها والاستفادة المباشرة ما بين الجيلين دول من خلال أستاذي العزيز شكرا. الحاجة اللي بعتز بها جدا كلمة كاتب أو أديب، وخصوصا كتابة للطفل، دي كانت بداية الحقيقية. أول مسرحية كتبتها كانت اسمها وادي الأسرار، وأول قصة كتبتها للطفل كانت سلوى من المكتبة. كنت بشتغل مخرج مسرح أو مساعد مخرج مع أستاذنا سلامة حسن، وأستاذنا والشاعر والمؤلف فؤاد حجاج، دول بعتبرهم تلامذتي بالنسبه للكتابه والاخراج المسرحي. عجبتني فكره قصه لبنت شقيه بتوقع المكتبه، حاجات زي كده. فصادق لي الله يرحمه الاستاذ فريد معوض، برضو ده من انا بعتبره من اعظم كتاب الاطفال في مصر اللي موجودين باعتراف اساتذه كبار زي الاستاذ ابو الشاروني، قال لي ما سيبك من المسرح ما بيأكلش عيش، اكتب للطفل. يعني كتبت قصة سميتها سلوى المكتبة وسافرت له المحلة بيها، كانت دي أول حاجة اتنشرت ليا ككتابة للطفل. أستاذ عبد العزيز عمارة قابلته بالصدفة، قلت له استاذ عبد العزيز انا عايز اتجه للشغل السينمائي، فقعد اداني بعض ملاحظات وتدريبات و في حاجات كتيره في السينما، حتى في الاخراج السينمائي بحكم خبرته في الطويله في المجال. يمكن هو اللي وقف معايا في كل مراحل تحضير الفيلم، وده اول تجربه اخراج سينمائي ليا كبيره. يمكن كل تفصيله خاصه بالسينما، مش في الصوت بس، لا في المونتاج، في الاضاءه، في حتى في اختيار كاستنج العمل، كان له دور كبير معايا. وانا بعتبره يعني من الناس اللي هو الاساتذه اللي مش موجودين في العصر الحالي. تقدير الكل للمخرج ده انه قدر يوصل للمكانه اللي هو فيها، انه يعمل العمل سينمائي وبعدين في عمل اطفال، فده اللي يوفق بين الاثنين دول يبقى فنان فعلا.
بداية أول لقاء مع المخرج سامي النجار. مخرج فاهم. دي شهادة كبيرة. لا أنا دي الحقيقة. مخرج فاهم وبتكلم معايا أنا عايز كذا وعايز كذا عبد العزيز. عرفت إن مخرج فاهم وقليل الكلام كثير العمل يعني مش من اللي بيتكلموا كتير وحاجات كده. قيمة الوفاء والعرفان بين الأجيال تفتكر عنها إيه؟ هو الزمان ما بتغيرش يا فندم، الناس هي اللي بتتغير. إحنا اللي بنتغير. زمان كان السينما لا طعم وحدوتة واقعية ونقعد نتفرج عليها. احيانا كان في افلام بتبكينا بنبكي واحنا بنتفرج. يعني انا عملت فيلم اسمه لا تبكي الا تبكي يا حبيب العمر. طبعا بتاع الاستاذ احمد يحيى اخرجه. الرئيس قال له حرام عليك يا فريد انت بكيت مصر كلها. خلاص. انما دلوقتي الناس اتغيرت، الشباب اتغير، عملوا توليفه جديده طبعا غريبه شويه. يعني فيلم فيه واحده بترقص ونجح وجاب فلوس، تلاقي الافلام كلها كل المنتجين يعملوا الحدوته دي وعشان تجيب. ما كانش زمان كده اطلاقا، كان تنوع كبير كان وكان تنوع. الانتاج كبير كمان، وكان انتاج ما كانش يلموا الماده. فاكر اول مره دخلت فيها بلاتو سينما؟ فاكر. فاكر كان يوم صعب شويه. كان في تصوير، يعني كنت انا لسه متعين، وكان قالوا في استوديو مصر في العزبه في تصوير عاطف سالم مع الاستاذ زكي رستم، يعني حاجه كده. وبتاع فالممثل قدامه، فالمخرج قال له هتقابل حسن يوسف. يعني مش سر يعني. مش سر. الاستاذ حسن يوسف طالع مش عارف بيتكلم مع زكي رستم مش عارف ايه، ضربوا القلم، ضربوا قلم حقيقي. زكي رستم ضرب الاستاذ حسن يوسف قلم، جا واقع في الارض وقام شتم ومسك في الممثل ولغينا في اليوم ده. لا يعني حد في حاجات كده. ده كان بدايه احتكاكك الحقيقي. لا يعني بتفرج لسه، بتشوف الدنيا فيها. انما بدايه شغلي مع يوسف شاهين. انا يعني اول شغلك كان مع يوسف شاهين؟ لا مع حسام الدين مصطفى. ده عمالقه. مع حسام عملت له سينما المجنون، حطيت مهندس صوت عبد العزيز عمار. بس اول ما عرفت بيوسف شاهين حاجه غريبه جدا. لا تخطر لك على بال. كان الرئيس عبد الناصر الله يرحمه بياخده في مجلس الشعب، مجلس الامه. وبعدين يوسف شاهين داخل فيلم عايز صوت وصوره عبد الناصر على الفيلم. فجا خد مهندس صوت عندنا واداله جهاز من عنده جديد، وطلع المهندس المشهور ده مفيش داعي لذكر اسمه، طلع اللي يسجل للرئيس. وبعدين انا بقى ايه ملطشه يعني حاجه كده. ايه خدوني الجريده العربيه. ايوه بتاعت مصر. كانت حسن مراد هو رئيس الجريده، وخدوني قالوا لي انت هتطلع مع الجريده عشان تسجل للرئيس عبد الناصر. يعني حاجه جديده بالنسبه لي، الافلام معروفه انما الرئيس ادوني حاجه اسمها برلانتي. مكنه برلانتي كبيره كده، الريل بتاعها كبير. عموله يعني معموله. من الحاجات البدائيه. وجت عربيه الجريده وطلعنا، اتحطت الكاميرا، حطيت الميكروفون الاسود ده حضرتك عارف. الكبير ده. ميكروفون كده حطيته، الكابل بتاعه تخين 5 فولت. المساعد بتاعي عدى من تحت السجاده وراح حط على المنصه بتاعت الرئيس، وسمعت انبسطت قوي.
الاتموسفير جميل، الاتموسفير طالع برن. ايوه قلت بس يبقى خطاب الرئيس هيبقى طيب. مهندس الصوت الثاني اللي طالع مع يوسف شاهين انا مش عارف هو فين، مش حاطط ميكروفونات ولا حاجه يعني مش عارف هو فين لسبب ما عرفت يوسف شاهين. الركب قرب وانا فاتح البتاع فجاه الصوت اتقطع، مفيش صوت عندي في السماعات. الرئيس الله يرحمه فعلا دخل من القاعة كان يعمل بانوراما يبص يمين وشمال، يعني ايه قبل ما يتكلم يعمل بانوراما للناس كلها اللي قاعدة. انا محتاس، انا مش شايف حاجة بس محتاس، عمال ادور في الجهاز والكابلات ومش عارف ايه. فبعت المساعد بتاعي قلت له روح شوف الميكرو الكابل اتفك، ما رجعش طبعا، اتاخد فين الله اعلم. ما رجعش، ما فيش ثانية لقيت الصوت جه، الصوت جه. الرئيس الله يرحمه يحسن اليه الميكروفون زي البطيخة كبير كده محطوط والكابل تحت واقع، ركب الكابل، ركب الفيشة الرئيس بنفسه. انا بقول لك حاجة دي حاجة تاريخية، الرئيس جمال انا ما اقدرش انكرها دي، يعني مش مهم بقى المساعد بتاعي فين مش فين، والمهم حسن مراد بتاع الجريدة عمل لي كده، قلت له اوكي. يا سعادة البيه خلصنا الخطاب والتسقيف اشتغل، قلت بقى انا فكرت قلت التسقيف اللي هيبقى في النص ممكن يتحط في الاول يعني حدوته خلاص هتتصرف وخلصنا ولمت الشريط وجيت على استوديو مصر، كان نصر عبد النور كبير مهندسين الصوت قاعد مع يوسف شاهين مستني في الصاله المهندس بتاع اللي هو سجل الخطاب الرئيس عشان ينقلوه 35 مللي عشان الفيلم. فانا داخل من الطرقه لقيت يوسف شاهين، لقيت يوسف شاهين ماسك في خناق مهندس الصوت يقعدوا ويقوموا، فانا جريت وخفت خدت الشريط بتاعي ومشيت. في ايه؟ قال له حد يروح يسجل الرئيس وهو بيقول ايها المواطنون، سليم رزق الله يترجم بالانجليزي وراه. يعني خد بدل ما يحط ميكروفون خد من البرنامج الاوروبي على خروج الجهاز بتاعه. فالشريط كله ايه مترجم، فبقى الشريط بتاعك هو البديل. فنصر عبد النور الله يقدس روحه قال لي يا عبد العزيز هات، سمع قال ايه النصيبه دي، فكر ان الصوت برضه ما فيش صوت وحاجه كده، عدى الرش كده وبعد شويه الرئيس قال ايها المواطنون وابتدي مش الخطاب زي الفل. ده سبب قال له خلاص يا نصري ناخد الصوت بتاع عبد العزيز وخلاص وبدات العلاقه ننقله خلاص. اول فيلم ليك مع اول شاهين. فيلم يوسف شاهين كان اسكندريه ليه، حاجة من الكلاسيكيات السينما يعني. اما يعني في شوف في ممثلين دي حتى عبد العزيز عمار انا بقول لحضرتك هذا طبعا تاريخ يعني. طبعا. تاني فيلم حدوتة مصرية. ده يعني مجموعة افلام المخرج العالمي يوسف شاهين ورا بعض. وخدت جايزة معايا صورة رئيس الوزراء وبديني جايزة حدوتة مصرية. التالت فيلم السقامات. انتاج يوسف شاهين واخراج الاستاذ صلاح ابو سيف. العمالقه كلها. ده انا هقول لحضرتك واقع برضو مع الاستاذ عزت العلايلي فنان وقفت رجوله. انا ما اعرفش حاجه عن الفيلم، فجاه لقيتهم جول استوديو مصر وادوا اوردر ان انا اطلع فيلم السقامات اخراج الاستاذ صلاح ابو سيف. قالوا له عبد العزيز عماره، قال له خلاص يجي هو عبد العزيز كويس جدا يعمل لي الفيلم. ايوه اشتغلت ثلاث ايام في الفيلم، سبت وحد واثنين، انا والجهيزه بتاعتي والمساعد بتاعي من هيئه السينما. فجاه لقيت عربيه بتقف قصادي ولقيت حسام علي المنتج الفني بتاع يوسف شاهين نازل بمهندس صوت فرنسي جاي من فرنسا. ايوه قال لي عبد العزيز ده مهندس صوت هيبقى قاعد معاك، يعني مش هتبقى انا مش همشي لا هيبقى قاعد معاك.
تسجله، لان الاستاذ يوسف شاهين متعاقد في باريس عليه وما يقدرش يلغي التعاقد. قلت له اوكي، بس يا حسام لو الصوت طلع اوكي هيبقى المهندس الفرنسي، لو طلع وحش هيبقى عبد العزيز عمارة. قال لي والله ده اللي حصل، لان يوسف شاهين قال الاثنين يشتغل. الاثنين يشتغل. قلت له طب اوكي. خليت حسام مشي وخدت عربيتي وعلى استوديو مصر وسبت المساعد بتاعي مع الراجل الفرنسي ووريته الليفل بتاع الصوت ايه هو. اللي انا عملت مشهد قبل كده يعني امشي عليه اليوم ده. بعد كده بغير اللي انت عايزه. يعني كده علاقه المسجل الصوت او مهندس الصوت مع المخرج علاقه وثيقه جدا، علاقه فنيه بحته. لان في الحاله دي مهندس المخرج لو حصل خطا من مهندس الصوت في اثناء وممكن يحصل خطا ومهندس الصوت ما يقولش للمخرج، عنده روح الاب يعني، عنده مواقف الروحيه اللي مش موجوده دلوقتي. واحنا في اللوكيشن كان في موقف حصل من احد العاملين في الفيلم يعني، وانا اتنرفزت بلغه بقى الشباب يعني. هنا الاب الروحي اللي عايز ابنه ما يفشلش، ازاي اتعامل في الموقف ده وازاي الحدوته تمشي ازاي. لولا وجود الاستاذ عبد العزيز عماره في الوقت دوت جنب مني، ممكن ان انا كنت خلاص ده فشلي. هديته وقلت له على الراي السليم اللي يتعامل بيه مع عشان كقائد للفيلم. قلت له حتى هو في شط سابه ومشي كده. قلت له لا، لو سبت يوم ما تسيب الكاميرا تقول ستوب عشان تروح تشوف المطلوب وترجع للكاميرا. لما تسمع صوت اللي قدامك تقدر تعرف هو موهوب ولا لا؟ طبعا اعرف الممثل، لو في واحد جاي بيتكلم بعرف ان ده هيبقى كويس، هيبقى نجم او لا من صوته. مع انجاز التعبير تلميذك بتقول له الكلام ده الاستاذ سامي النجار؟ بقول له يا استاذ سامي من فضلك الشخصية دي كذا 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 كذا، فبيلبي لي طلبي الحقيقة الراجل. ايه الموقف اللي حسيت ان فرق في علاقتكم مع بعض كأستاذ وتلميذ؟ لا انا من الناحية من الجهة دي بعتبر ان المخرج لو هو تلميذي بره وجاي يخرج قدام الكاميرا زيه زي يوسف شاهين بالظبط، هو مخرج الله عليك وهو رب العمل. ما اقدرش افرق خلاص. لو حتى لسه متخرج دلوقتي بس خلاص بقى هو المخرج، لازم اعمل له احترام زيه زي يوسف شاهين. الاستاذ سامي اتعلم من اللي قبل منه كتير جدا جدا، فبيطبق دي في الواقع. الباشمهندس عبد العزيز عماره مهندس صوت قدير جدا وليه سمعته واشتغل مع اجيال قبل كده، فالاستاذ سامي من المخرجين ومهندسين صوت ومدير تصوير بيتعلم منهم كتير ودلوقتي بيطبقه في العمل. كل
اللي وقفت معاه فيه وده بعتبره وسام لصدري. ومفيش كلمة تقدر تعبر عن اللي جواه تجاهك، لأنك خلقت مني إنسان ناجح، حطيتنا على الطريق المستقيم. فمفيش أي كلمة أقدر يعني غير أن أنا أشكرك، وكلمة شكر مش كفاية عليك. ربنا يوفقك واختار المواضيع السليمة اللي ما فيهاش الحاجات اللي حضرتك عارفها. كنا مع كل مشاهدينا من خلال حلقتنا النهاردة، وأستاذي العزيز شكرا. قيمة كبيرة بنحاول ان احنا نحييها، قيمة العرفان بالجميل، وايضا قيمة نقل الخبرة من جيل الأساتذة لجيل التلاميذ. شكرا لكم وإلى اللقاء.